بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة أشعل النجم ماجد المهندس حفله بسوق التنين بدبي بحضور وتفاعل هائل من جمهوره. على هامش الحفل قابلنا ماجد واللي كلمنا عن سبب إطلاقه ثلاث أعمال دفعة واحدة خلال الأيام الماضية، وكان ما بينهم أغنيته مع النجمة المصرية أمال ماهر. The Prince الفنان ماجد المهندس قام بإحياء حفل في سوق التنين 2 بدبي ضمن فعاليات احتفال سوق التنين 2 بعيد الفطر المبارك. يشرفنا أكون متواجد اليوم بهذا الإيفنت، حبيت الفكرة وهذا الجمهور اللي موجود يلحق علي أن أكون متواجد وياه. حضر محبيه بكثافة لسوق التنين مما سنح لهم فرصة مقابلة فنانهم المفضل ليتمتعوا بأجمل ما غنى من القديم والحديث. وهكذا تهافت المعجبين والمعجبات في الباكستيج لالتقاط الصور معه وحتى مراسلة برنامجنا. تأكدتم كتير كبير على الفيديو كليب. يعني فكرة الناس القائمين على إنتاج هذا العمل الكبير، يمكن عشان القصة وعشان الديو، يعني الديو أول مرة يعني الفنان الكبير أمال ماهر تغني خليجي، وأنا ما سبق أن قدمت يعني عمل ديو مع فنانة خاصة من مصر الحبيبة، لذلك يعني حتى ما تنسرق الفكرة. بس فاجأ أحد المعجبين ماجد أثناء الغناء بإلقائه كادو سبحة عليه ومزحه ماجد أثناء التقاطها على الستيج. وكان لماجد المهندس مفاجأة خاصة لمعجبينه، وهو أنه نزل من على المسرح لتحية امرأة وقام بالغناء والتصوير معها. وفي لفتة إنسانية أبدى اهتمام خاص بأحد الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة وغنى لهم وأخذ صور معهم. يعطيكم العافية، مع السلامة.